ايه يا مريم، تعبتي روحك ليه يا حبيبتي؟ كلمني بقى، كلمني عن الميه في السخنه يا اتش. هايلة، اكنك في المصيف بالظبط. تعال هنا يا مازن يا اختي، سيبيه ما تخنقهوش. على فكره على ايامنا ما كانش فيها الاسكندريه ولا سلفار، فاكره؟ خد يا مازن، تعال هنا عندي تيتا. احنا بقى السنه اللي فاتت خدت المدام ورحنا الغردقه، فالدنيا كانت حر نار. تقعدي يا مريم بقى، حطي الصينيه اللي في ايدك دي كده واقعدي. اتصرفي بقى. هشام عايز حاجه يا حبيبي؟ انا ربع ساعه بالظبط وهبقى معاك. لا لا براحتك، اخش يا باشا، اصحى الصبح بدري. ايه هو احنا مش هنقعد مع بعض؟ الوزير هيصلي الجمعه بكره في اسكندريه، لازم اتحرك من هنا بدري. وانت هتروح معي؟ طبعا طبعا، الحراسه كله طالع، ما تخافيش مش هتاخر. الساعه 6 كده ان شاء الله بكره هبقى هنا. تصبح على خير. انت منقل. خالتي جايه بكره هي وولادها عشان يباركونا. ايه ودي بقى ان شاء الله عندها اطفال زي عمتك وولادها؟ لا ابدا، ده حتى ولادها لسه ما اتجوزوش، وان شاء الله هتبسطي منهم خالص. تصبح على خير. بقى كده؟ طب والله ما انا مكمله. لا والنبي هنتكتم كلنا. كيمي بعد اذنك اسكتي لحد ما تخلصي. خلاص خلاص انت كمان بطلي دوشه، كملي كملي. ايه عايزين ايه؟ خلاص الحكايه خلصت. يا نهار اسود، خلصت ايه؟ دي لسه هتبتدي. كملي بقى. اكمل ايه يا كوكي بس؟ احكي لنا عملتوا ايه؟ ان ديتيلز. لا لا يمكن، هي الحكايه خلصت لحد كده. هو ايه ده اللي لا يمكن؟ واحنا بنقول لك هنديكي حقنا. ما تحكي بقى، بطلي رخامه. لو ما عرفناش منك هنعرف من مين؟ وبعدين انت عارفه احنا بنحب نسمع الحاجات دي. خلي كوكي تحكي لك يا اختي. انا حكيت لكم كل حاجه يا حبيبتي من اول يوم. انت اللي باين عليكي مكسوفه ولا؟ حرام، مش لاقي حاجه تقوليها عشان مفيش حاجه حصلت. نهار اسود، هو ممكن يكون مفيش حاجه حصلت خالص؟ طب طز فيكم على فكره انتوا الاثنين. فكره وبرده مش هحكي لكم حاجه. احلام بليز، ممكن تسكتيهم شويه؟ خلاص بقى بطلوا قله ادب. طب بقول لكم ايه، انا هسيبكم واقوم. ها تشربوا ايه؟ ايه ده، رايحه فين؟ هتزوغي ولا ايه؟ هو ده بس اللي فارق معاكي، انتوا جايين على غدا ولا لا؟ ايه تشربوا ايه دي؟ هتاكلي يا مفجوعه، هتاكلي بس لسه بدري على الغدا. بقول لك ايه يا بيبي، بليز اوعي تكوني انت اللي طبخه، انا مش عايزه اموت دلوقتي. ايه يا بنتي الخفه دي؟ بقول لكم ايه، انا هعمل لكم حاجه تشربوها. لا لا استني، كلنا جايين معاكي، خلينا قاعدين بقى. قومي، عندك سكيمد ميلك؟ كوكي دايت سويت بتاعك جبته. حياتي اي لاف يو. بس عجبني قوي موضوع انك استقلتي من الشغل ده. مش قوي يعني، انا اربعة هجيلك سكر كده على فكره. وانا كمان يا روحي. واحده واحده. مش ليه حبيبتي، نشرب هنا ولا هتقعدوا؟ لا نطلع من بره. حطوا ده فين؟ هنا. حطوه هنا، ولما نيجي بقى نبقى نرمي الحاجات. لازم تجيبي سيرفانت على فكره، مالكيش دعوه. شويه شويه، لسه متجوزين، تقعد على نفسكم واحده. انا عارفه، بخيل قوي. يلا يلا هشام. يا هشام. ايوه يا مريم، ممكن تيجي تقف معايا شويه؟ اوه طيب. هشام انا زهقت بجد، احنا من ساعه ما رجعنا من شهر العسل والناس مش سايبانا نقعد مع بعض خالص. جرى ايه يا مريم؟ يعني الناس جايه تبارك لنا، نقوم نطردهم؟ انا ما قلتش نطردهم، بس انا مش بلحق اشوفك. ما انا جنبك اهو. ايوه انا قصدي يعني نبقى مع بعض كده لوحدنا، من غير ناس، من غير اي حاجه تشغلنا عن بعض، يعني براحتنا. مريم الناس جايه تجاملنا ودي حاجه مش غلط، صح؟ رد هشام كان منطقي، لكنه للاسف ما كانش فاهم ان الست عايزه حد يسمعها بس، مش يرد عليها بالمنطق.